وصية أخيرة للشباب، الصلاة. الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام آخر ما أوصى به قال الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الجامع ليه يكون الناس الكبار والعجائز بس الأغلبية، وليه الشاب ما يخش الجامع إلا في شباب بيمشوا الجامع، لكن كم في المية ونسبتهم كم بنسبة القاعدين جنب الديجيتال في البيت وشال الموبايل فاتح مواقع إباحية وممكن يعطل أي حاجة لحضور مباراة في الدوري الإنجليزي ولا كأس العالم ولا الدوري الأسباني ولا غيره، لكن ما ممكن يعطل من زمنه 7 دقائق عشان يمشي الجامع يخط نخرته وجبهته لله الخلق في الواطة، فكيف الحال ينصلح؟ وربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والصلاة دي يا شباب دي سبب الخير والرزق والمال والقروش والحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة هي الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحه الألباني في صحيح الترغيب قال من حافظ عليها الصلاة عاش بخير ومات بخير. وصح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها يعني الصلاة وفي المسجد وفي الجماعة الصبح في الجماعة حاضر والمغرب والعشاء والظهر والعصر إن مات، الرسول قال اللي بيحافظ عليها إن مات قال إن عاش كفي من أي هم وأي حاجة محتاج ليها وأي حاجة خايف منها بيزيح منه كفي ورزق. شاب يقول لك اتخرجت من الجامعة وجبت درجة الشرف وبرضه ما بشغل، راجع الصلاة بتاعتك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيحافظ عليه إذا عاش كفي ورزق، رزق وإن مات دخل الجنة.